مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي أليسيا؟ ما هي ميزات أليسيا؟ ما هي أليسيا؟ تقوم أليسيا AI ببناء بروتوكول لا مركزي لإنشاء ميتافيرس ذكي تسكنه NFTs التفاعلية والذكية. ما هي ميزات أليسيا؟ إن أليسيا AI في طليعة دمج الرموز المتحركة AI والتفاعل وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية في NFTs. يمكن للمطورين استخدام بروتوكول INFT للإنشاء والتدريب والكسب. تم إدراج ALI في عدد من بورصات العملات المشفرة. تمتلك إليسيا هدفاً جريئاً: الحفاظ على الثقافة والقصص والذكاء الجماعي للجنس البشري وتطويرها. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.